زوز صحفيين اللي الدوله توا ما عرفتهمش حتى انتباه. وعلى ذكر فما رينا احداث رينا واحد معناها من جمله في تفرجنا عليه في التونسيه مواطن كيفاه عاملين فيه معناها انا نتخيل الصحفيين زاد راهم ما قالهم هذو. وزاد عندنا اللي حرقوا في الواحد هذوك توا الدوله ما عطتناش علم والاولياء نتاعهم مساكن على مرض كيما الاولياء نتاع الصحفي. اهم الاحداث هو الانتخابات بالذات هذا حدث الابرز اللي في تونس كامله ولو انها فيها حاجات ثانيه لكن الانتخابات هي الاساس. هذا المرحله الثانيه هو الفوضى السياسيه اللي نسميها بين الاحزاب وبين الاشخاص يعني فيه تنافر كبير بين الطبقه السياسيه اللي مع الاسف هي اللي خلتنا في الوضع هذه لا غير. ما يخص بالنسبه للعيشه في الشارع ما عادش تنطاق العيشه ولات قله الاحترام وقله الطرب يا حشاكم والعباد تسيبت ياسر وما عادش تحترم بعض حتى واحد يولي معناها كي يمشي في الشارع يبدا خايف. سي اون بروميير ان تونيزي معناها وقعت الانتخابات بالشكل هذاك والله هذا هو يعني فيما يخص الارهاب زاد سي اون بروميير اللي احنا مش مستانسين به وحاجه جاتنا معناها ماناش قابلينها وماناش حاملينها وماناش باش نقبلوها بالكل. بصح خايفين على رواحنا على مستقبلنا على اولادنا على كل شيء. أكثر حاجة شدتني هي السياسيين. أكثر حاجة السياسيين. ما فماش حسيت ما فماش ديمقراطية حتى في الانتخابات كيفاش يضربوا في بعضهم. هذا بالنسبة لي أنا. إرهاب واللي تقتلوا والناس مساكن اللي مشاو هكاك ماتوا في جرة الحوادث اللي هي نتاع الإرهاب كلها. فهمتني؟ والعباد مساكن اللي زاد قعدت بطالة ياسر وليت ومشاريع ما الخدمة ما فماش الغلاف الوقت هذايا اللي هو وليت المعيشة صعيبة وليت في تونس معناتها زوالي ما عادش ينجم ما عادش يقدر ما عادش ينجم باش يعيش هذه أغلب الحوادث اللي صايرة في 2014 اللي صارت. Les deux élections, certainement législatives et la présidentielle. Hadouma Souti m'a attiré beaucoup plus d'attention, indépendamment des autres événements qui sont passés à Chambly et ailleurs. Avec une certaine... La première chose que nous avons fait depuis 2014, c'est la première chose. Le plus important, c'est que nous avons fait un chef d'âge de 89 ans, qui a fait un chef d'âge de la jeunesse. C'est le plus important. Il n'y a pas eu de mal dans le tarif. لا عن طريق انقلاب عسكري ولا عن طريق انتقاد ديمقراطي باش واحد عمره 89 سنه شد حكم من اول وجديد. النفاق السياسي عندنا كبير ياسر في تونس كنت ولا التحالفات السياسيه اللي موجوده معناها لا تقراها في كتب التاريخ ولا تشوفها في حتى ولا تخضع لاي منطق هذه زاد مهمه ياسر معناها هذا ايش افرزت السياحه السياسيه عندنا في تونس معناها من جديد. خلت كل الشعب ينتبه فيها هو عملية الإرهاب اللي امتدت وتوسع صفة غريبة ياسر حاجة غريبة علينا ما كانتش هي كلها هذا من جراء ثم أحزاب مدعمة للإرهاب ومعروفين لدى الجميع اللي هما بثوا البلدة وبثوا الدولة وبثوا التقسيم في الشعب التونسي. الشعب التونسي كان شعب ملتحم شعب واحد يدافع عن المصلحة العامة أصبحت مدافعة أشخاص لأشخاص ولو حتى على حساب حياة الناس. هناك جنود وأمن قاعد يذبح أو قاعد يموت بطريقة عشوائية. ونعتقد ونؤكد اللي ثم بعض أحساب وراء هذا ولكن ثم هناك ضبابية وثم ظلالة قاعدة تغطي في الحقائق. الناس كل فقارة الناس كل في جواب فقر اللي نسميته جواب فقر هذاك هو المشكل بتاعنا. ما عنديش شي رأي باهي اللي عايشين توا عايشين قبل ما قبل كان مستور وتوا ولا تو في ندخل ونشوف عباد برشا الحين نقول يمكن واحد يهز لي هو اللي خير اما ان شاء الله لاباس ان شاء الله
الوقت ذاك يعني رئيس وكل شيء تبدا حياه اخرى وسياسه اخرى ونتقدموا ونعرفوا اش معناتها الحريه واش معناتها الديمقراطيه. هذيك الحياه اللي نقولها يعني على الدنيا كيف شغلت مثلا هي ارتجال البيت دخلت بعضها الدنيا غليت البصل ولينا نقولوا سي البصل سي بون